في باريس أشغال قمة المناخ، وضمن فعالياتها لقاء عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون مع مسؤولين عن البيئة بمجموعة دول الكاريبي، تناولت كيفية التعاون في مجال الحد من التغيرات المناخية. معطيات أخرى نتابعها في هذين التصريحين. المغرب لديه علاقات قوية وإيجابية مع 10 أعضاء منظمة دول شرق الكاريبي. سفير سان لوسي يعمل بجد من أجل تطوير علاقات المغرب بهذه الدول. ناقشنا هذا التعاون وتحدثنا عن المجالات التي يمكن أن نعمق فيها تعاوننا وشراكاتنا مع المغرب وسان لوسي والأعضاء الآخرين. المغرب غادي يوضع بين الأولويات ديال التحرك ديالو التحرك من أجل الدفاع على الدول والمناطق الأكثر تهديدا بإثر وبارتباط مع التغيرات المناخية. وقبل يوم واحد عن موعد الحسم في الاتفاق المتعلق بتحديد مستوى حرارة الأرض في درجتين، عقد ممثل الدول العربية لقاء لتوحيد المواقف بخصوص مسودة الاتفاق. الدول العربية عبرت عن تفاؤلها بخصوص التوصل إلى اتفاق يكون عادلا ويراعي مصالح الدول غير الصناعية.